مشاهدينا الأكارم، نتواصل وإياكم ونشكر الزميل فيصل غازي على هذا التقرير وهذه الإشارة لأهمية ودور ذوي الإعاقة في المجتمع. حتى نكون بحديث إن شاء الله وتفاصيل كثيرة عن دور ذوي الإعاقة وكيف يندرجون بالمجتمع، سنكون مع مسؤول جمعية المكفوفين الأستاذ عثمان الكناني. نرحب بك أستاذ عثمان، وأسعد الله صباحكم بكل خير وتوفيق إن شاء الله. أهلا ومرحبا السلام. بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم مرحبا السلام بك ورحمة أستاذ الله. أستاذ أستاذ ليلى وكل الفريق العام في قناة كربلاء الفضائية، وإن شاء الله نكون ضيوف خفيف الظل على إن شاء حضراتكم الله. وعلى المشاهدين. الله يحفظكم، أهلا ومرحبا بكم. إذا مرحبا مرحبا أستاذ، بداية نتحدث بما أنه يوم مميز وهو اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، ما أهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات وكيف يمكن أن تستفيد المجتمعات من مشاركتهم الكاملة؟ في البداية سيدي خليني أقدم التهاني والتبريكات لكل الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم. أحسنت. وإن شاء الله نقول لهم كل عام وأنتم بخير. والسؤال المطروح، لماذا يحتفل ذوي الإعاقة في هذا اليوم؟ لو علمنا أن عدد سكان الكرة الأرضية من 7 إلى 8 مليار، 1 مليار للأسف يعني أو أقل بقليل هم من الأشخاص ذوي الإعاقة. فتخيلي هذا العدد الكبير الضخم اللي يملأ الكرة الأرضية هم من الأشخاص ذوي الإعاقة، وهم مهمشون مقصون أو بعيدين عن كل المشهد الحياة الاجتماعية. بعد ما تأتي منظمة أممية مثل الأمم المتحدة وتجعل عيدا أو يوما مميزا لهذه الشريحة، من هنا نعرف أنه أهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية أهمية كبيرة، لأنه الإعاقة أما تأتي ولادية يعني طبيعية أو مكتسبة من خلال الحروب أو الحوادث. هذا لا يعني أن هذا الإنسان قد انتهى دوره وبالتالي أصبح عاجز أو شبه عاجز أو مركون في إحدى زوايا البيت. لذلك أهميته تكمن أنه هو كل ما هنالك هناك عقبات وتحديات موجودة أمامه، إذا أزيلت هذه التحديات فيصبح حال بقية أفراد المجتمع وتكون أهمية مشاركته بشكل كبير وبالغ. نعم أحسنتم. نعم. طيب ما هي التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة الكاملة في المجتمعات؟ واللي ذكرته أنه أكو تحديات معينة يعني تواجه ذوي الإعاقة، ما هي هذه التحديات وكيف يمكن أن نتخطاها حتى الشخص ذوي الإعاقة يعني يندمج مع المجتمع بشكل كامل؟ طبيعة التحديات في عدة جوانب. الجانب الأول المجتمع نفسيته، عدم تقبل الاشخاص ذوي الاعاقه على اساس النوع البشري هذا تحدي كبير جدا احنا نعاني منه كشريحه ذوي اعاقه، لانه عندما تصاب بحادث معين كانه انسلخت من هذه الصفه الانسانيه او صفه انك بشر وانك حالك حال البقيه، وبالتالي اخوك الانسان بدل ما يتقبلك. ثانيا التحدي الثاني تحدي المؤسسي، المؤسسات العامله في مجال يعني كل مؤسسات الدوله الحكوميه وشبه الحكوميه لم ما نقول لندن حتى لا نقول المستقبل، لم تضع السبل والسياسات والتدبيرات وامكانيه الوصول اللازمه. احنا عندنا طريقتين، عندنا مره ترتيبات تيسيريه ومره امكانيات الوصول. الترتيبات التيسيريه هي الحلول السريعه والتعديلات، امكانيه الوصول لا، على المدى البعيد اللي توضحها سياسات دولة ومؤسسات ضخمة كبيرة مثل دوائر الدولة والمؤسسات العاملة في هذا المجال. فيما لو توفرت أو قامت هذه المؤسسات وبمساعدة شرائح المجتمع المختلفة وتقبل هذا الشخص ذو الإعاقة على أساس النوع البشري، سوف تنتهي هذه التحديات، وبالتالي لن يشعر هذا الشخص بأنه إنسان من نوع آخر أو قادم من كوكب آخر. نعم نعم أحسنتم. طيب أستاذ عثمان، الآن تذكر تفاصيل كثيرة عن المجتمع وعن أنه من ذكرت قبل قليل مصطلح أنه لن
وجزمتها بي فقط بلم بالوقت الحاضر، معناتها أنه أنت تعاني بهذا الوقت على الرغم من كل الإنجازات اللي تقدمها كمسؤول جمعية المكفوفين بخطوات كثيرة. هناك أيضا حسرة نلتمسها بكلامك قبل قليل، ما هي المعوقات التي تواجهونها والتي تحتاجونها من المجتمع حتى يندمج المكفوفين بهذا المجتمع بشكل فاعل وبصورة كبيرة جدا؟ بالتأكيد لكم خطوات، ولكن أنت تنتظر من المجتمع أن يقدم ويفسح لكم المجال والفرصة أيضا. آسفي، احنا ما نقول لن، ليش؟ لأنه باب الأمل لو ما أضيق العيش لولا فتحة الأمل، مو؟ نعم. احنا نخلي هاي الفتحة القليلة واللي ممكن تكون نافذة للإطلال على العالم من خلال شغلنا وحركاتنا. احنا ما صدرنا للمشهد إلا لأننا نشعر بأهمية وجودنا في هذا المكان. يعني أنا الآن أتحدث معكم وأنا وجودي في مؤسسة في غاية الروعة والرقي اللي هي المؤسسة التربوية. لولا حرصي على التواجد في المجتمع لكنت قد الآن جالس في البيت وأقول أنا شنو علاقتي، فلان يقول شنو علاقته، وهذا يقول شنو علاقته. فالتحديات والخطوات اللي يجب أن تقوم، أول شيء التشريع، تشريع القانون اللي يضمن الحياة الكريمة واللي تكون بعيدة عن التمييز والإقصاء والتهميش، هاي بالدرجة الأولى. المجتمع فيما لو شرع هذا القانون، إذا كان واحد أكو له 100 واحد أو 2 أو 10 أو 20% أن يعاملك بغير معاملة، القانون راح يلزمه بأن يتعامل معك، كذلك يلزم باقي المؤسسات اللي تعامل وياه. عندما أروح إلى الدائرة الفلانية بغض النظر عن المسميات ألقي حقوقي موجودة، شباك الخاص بالمراجعة، الطريق الميسر، بقية المعينات اللي أحتاجها أنا كشخص من ذوي الإعاقة باختلاف أنواع الإعاقة، كل هذه توفر لك او سبل تنجح بها من خلال استخدامك لكل هذه المعينات، وبالتالي انت تنهض بنفسك. وما وجودنا في جمعيه السراج العراقيه للمكفوفين والنجاحات اللي حققتها الا هي ادل دليل على انه قادرين على ان نخترق كل مجالات المجتمع ونكون حاضرين وبقوه وبشكل بارز جدا. نعم. طيب كيف اليوم يمكن لوسائل الإعلام والتكنولوجيا أن تلعب دور في تعزيز مشاركة الأشخاص من ذوي الإعاقة وتعزيز وجودهم في المجتمع حتى أنه يعني بكامل حقوقهم؟ برأيكم ما هي يعني الوسائل اللي ممكن أن يستخدمها الإعلام وما هو دور البارز في هذا الموضوع؟ تفضلوا. للإعلام دور كبير جدا وخطير بنفس الوقت. نعم. بارز وخطير. بارز ليش؟ اليوم حضراتكم بإلقاكم الضوء على هذا اليوم العالمي اللي هو مثل ما ذكرنا يعتبر عيد، هاي أكبر تأكيد واعتراف بأنكم مساندون ومساعدون لهذه الشريحة. لو خطت بقية القنوات الفضائية وبقية وسائل الإعلام هذه الخطوات راح تساعدنا بشكل كبير إلى إيصال أصواتنا لأصحاب القرار والمسؤولين عن هذه أو عن هذا الملف اللي أصبح هاجس خطير بالنسبة لنا. كذلك الوسائل التكنولوجية، أنا اليوم من الصبح يعني بديت نشرت منشور وإن كان بسيط كتهنئة، لو اطلع الآخرون على صفحة جمعية السراج وصفحة الفلانية أو بقية وسائل التواصل مو بس الفيسبوك، لا أصبح هناك وعي كامل بأن هناك شريحة تعاني معاناة كبيرة تحتاج إلى مساعدة. لو اجتمعت كل هذه الوسائل من أجل إسناد وإقامة دعامة أساسية لهذه الشريحة، لأصبحنا اليوم نعيش في بحبوحة ممتازة إن شاء الله. أحسنتم. نعم. شكرا جزيلا لكم الأستاذ عثمان الكناني، شكرا لوقتكم معنا، مع الأسف هذا ما تبقى لنا من الوقت. شكرا لوجودكم ولدعمكم، نتمنى لكم مزيد من التألق والتوفيق يا رب. نتمنى لكم التوفيق وشكرا مرة أخرى لأن دائما قناة كربلاء سباقة لأن أن تكون تضع ذوي الإعاقة في المقدمة وفي الصدارة. شكرا لكم، شكرا جزيلا. أهلا ومرحبا إن شاء الله. إذا حقيقة كان عنواننا يتمحور حول ذوي الإعاقة باعتبار كأنه هناك نقص في هذه الشخصية، ولكن بالحقيقة والواقع اللي التمسناه من حديث الأستاذ عثمان الكناني هم أقوى بكثير، هم أقدر على مواجهة التحديات باعتبار الإنسان السليم ممكن يواجه تحديات ولما ينتصر عليها يعتبر نفسه شجاع ويعتبر نفسه قوي، فما بالنا باللي يكون عنده إعاقة بجسمه أو بفكرة أو بالكثير من المعوقات والمجتمع ما يساعده على الرغم من كل ما موجود في هذه الحياة
الساعات بالتأكيد لما يحقق إنجاز، هذا الإنجاز راح يحسب إلى مارتين، أنتم أقوى وأنتم أجدر على أنه تمارسون دوركم بهذه الحياة، ومن ننتظر مساعدة من الآخرين، أنتم قادرين على التغيير على رغم كل المعوقات اللي موجودة في هذه الحياة. لكم ألف تحية وكل عام وأنتم بألف خير.